صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم. اليوم غادي يكون فيديو جديد على القناه، فاول حاجه ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، بالتعاليق ديالكم واللايكات. لايكات لايكات، كنفرح بزاف ملي كنشوف اللايكات ديالكم والتفاعل ديالكم. المهم اليوم تشهيت المخنفر وماما كيعجبها، قلنا نيت نفطروا بها هكذا الصباح، نوض شويه بكري، ماشي بكري بكري، المهم 9 راكو عارفين هاد العطله 9 راه هي بكري بكري. درت هنايا بيضه ومعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، انا كتعجبني الخميره المعجونه ماشي ديك ديال الحبيبات، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه وبيضه. غنحط لكم المقادير في صندوق الوصف، ومعلقه كبيره ديال السنيده وشويه الملحه وثلاثه الكؤوس ديال السميده الرقيقه وكاس ديال فورس ديال العنبه حتى هو، وربعه الكيسان ديال الماء دافئ. ضروري الماء دافي ماشي غليان، حيت الا درتو غليان غتولي لكم السميده خيوطه، وجوج خمارات. هادشي اللي كاين في هاد المخنفر، ما فيش شي حاجه، هو بس زوين هاد المخنفر ميلونج ما بين الملوي وبغرير. الشكل ديالو كيعطي كيجي متقب بحال بغرير، ولكن المذاق ديالو مختلف تماما على بغرير، ما كيجيش معجن. الناس اللي ما عندهمش مع المعجنات هذا صحي بالسميده وما كتحسوش به معجن، كيجي المذاق ديالو زوين بحال الملوي. يعني حتى الناس اللي ما كيبغوش الملوي على ود الزيوت مع دابا الزيت غلات، كيبغيو كيعجبهم مذاق الملوي، هذا المخنفر زوين وساهل. لا جاو عندك الضياف في البلاصه طيبي، ما كيخمر ما والو، كطحنيه من الطحانه للمقله. هادشي بس زوين، وماشي ضروري يكون عندك العسل بحال بغرير. يعني كتقولي ضروري خصك تكون عندي عسيله باش ندير بغرير، يعني كيدار تهني بالكونفيتير تاكليه هكذا، كاين اللي كياكلو هكذا حيت هو مذاقو كما قلت لكم بحال الملوي. غير ما ضروري ديروا ليه مليحه، تقريبا معلقه صغيره ديال الملح، باش هكذا كيجي بنين ما كيجيش مسوس. وصافي دابا زدت هاد الخمارات وغادي نطحنو. غير كنطحنو وكندير المقله، كندهنها بالزيت. بالنسبه للمقله البنات ما تخسرش ليكم، ما تخافوش منها، الا كانت عندكم مقله زوينه. انا بحال هاد المقله عندي ديال لاماكو راه عامين 3 سنين دابا وهي عندي، كندير فيها بغرير عندي غير صغير، وراه خديتها وقريه وكنت خديتها ب 69 درهم ولا مع 60 درهم. كندير فيها بغرير، كندير فيها لي كريب، كندير فيها بانكيك، وكندير فيها المخنفر. وان شاء الله المره الجايه نشارك معكم بوشيار. كيعجبوني هاد الاكلات، وكما قلت لكم هاد المخنفر بحال تقولوا البانكيك ديالنا حنا العرب، بحال تقولوا حنايا يعني شي حاجه كتحسوا بيها ديال الباديه، ديال بانكيك عربي مثلا نقولوا بهذا المعنى هذا. وصراحه تحيه الناس ديال الباديه، ما كاينش شي حاجه ما احسن من الاكلات ديالهم. صافي انا سخنت المقيله بالزيت، وما تخافوش من المقله، زعما تقولوا ما طلع لياش بغريره، كندير لها الزيت وكندير ليها الكريب، كندير فيها زعما بغرير ما كيتوقع ليها الحمد لله والو، تبارك الله زعما الحمد لله. صافي هنايا دابا كنخوي واحد المغرفه، غير هو ما كديروش ليه بحال بغرير تقادو بالمغرفه ولا شي حاجه، كتخويه مباشره وكتخليه يطيب في هذيك في القطرات ديال الزيت. صافي ومي كتحسوا به ماشي كيولي كله متقب عاد كتقلبوه، لا هو كيطيب بحال بطريقه البانكيك، غير كتحسوا بالجناب بداو كيتقبوا، كتهزوه من واحد الجنيب كتلقاو ولا حمامر احمر محمر، كتقلبوه مباشره وكيتنفخ تبارك الله، كيتنفخ كيجي زوين البنات. جربوه وردوا عليا الخبر، الناس اللي بطبيعه الحال اللي ما عمرو داروه واللي داروه راه كتبوا لنا في الكومونتيرات اللذه ديالو. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما قلبته هذا هو الشكل ديالو، كيجي زوين البنات، كيجي الشكل ديال الفطائر كما قلت لكم بنين. الا كنتو باغيين ديروا ليه الزبده ولا العسل سخنوها وخويو عليه كيجي بنين، بغيتو تحطوه بحال هكذا راه كيجي بحال الملوي تماما. صافي دابا غادي نمشي باش نفطر، كما كتشوفوا راه كيجي غليظ ماشي بحال بغرير قوق. وراه عطيت لراجلي، راه خرجت تبارك الله عطيت لراجلي فطر ومشى لخدمته، وخلاني انا كنكمل، قال لي مشى عليا الحال بغيت نمشي نخدم، فقلت بلاتي نيت ونفطر انا وماما على خاطرنا. هادشي اللي كاين احبابي، وغادي نمشيو ان شاء الله البيم غادي نشوفوا العروض. صراحه انا كنت دايره مع ماما نوضو بكري وغنمشيو، ساعه مي فقنا ودرت المخنفر وهذا وتعطلت شويه، قالت لي ماما الا بغيتي نمشيو نمشيو. ايوا صافي قلت لها يلا، واخا هي مسكينه رجليها ضاره وداكشي، قلت لها يلا جريتها
نيت هي اللي شجعتني وانا شجعتها، شي شجع الاخر. وقلت لها يلا نمشي، وانا اللي قلت لها يلا نتقداو، قلت لها يلا نجيو يلا معايا ونسيني نجيبو خضيره، قالت لي يلا نمشيو لبيم. ايوا صافي تزنانيت صراحه. بيم كاينين العروض زوينين اليوم، عجبوني واخا انا ما تساريتش فيه مزيان لاني كنت عقلي مع الغدا، كنقول باش ما نتعطلوش على 150 درهم. 150 درهم. شكرا اخويا. الله يطول عمرك اولدي، يخلي لك ميمتك مسكينه. وسحب لي زعما اختي ديالك، بغا يقول لك زعما سميتو صافي كلمتي ريسك. تمام هذا اللي هذاك اختي وجبدي لي الكنج، والناس بغيت ناخذ هادو مرات واش ناخذ الكحل. هي صراحه انا دايره كوزينه فيها البيض كحله ماما، ناخذ هذا ياك صافي. سميتو هذا الوقت اختلف، شوفي انت شنو يكون يكون واو شبك جديد انت يا باقي كحل عجبني واقع لي كحل الاخوك هذه راه بلاستيك ماشي بلاستيك هذا زاج عرفت كان حيت انا فاش قلت كان حيت لقيتك دايرين فيها لقيت فيه دايرين طاسه القهوه. لا زعما باش طيبي القهوه، باش طيبي زعما الماء طيب ودير قهوه بحال بحال الثمن بحال 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 3000 149 150 ما وي راه فاصله 90 راه هي هذيك 150 دير بحال الثلاجه نهار خديتها ب 105000 ريال قال درهم زوينات. هذا ولا هذا شوفي حتى حاجه ما كتبقى نتي نتي جاني الحيرة. كحال هاي توات عليا مع داك الشيء. لا ماشي دابا. نقول لك خليه يبدا ماشي دابا. لا بغيتوش. حلفي؟ والله حيت اصلا واخا عندي ما نخدموش. علاش؟ ايوا بابا كيخدم. هذا ما عرفتش واش هذا نفس الديكور ديال الاخر، حيت كاينه واحد الماركة. كاينه واحد الماركة بلاتي نشوف واش. عندك السنة هذا الله يرضي عليك. لا ما تخافيش. ندير بانيني شحال داير 7000 ريال. كاينه هذه ديال القلي، هذاك شديه في يدك وعندك يطيح ديال القلي دايره 6000 ريال. هذيك ثمنها مناسب الصراحه. شنو هذه ديال القطاطا ولا راه وحدهم حلوه مزيان صغيوره. هادو كاين الكوكيت اينوكس زوينة. المهم انا غناخد هادو. كاين هادو تا هو زبون. صورت هادو زوينة. بديت نشوف واحد فيهم. خود هادو شو الشكيلة ماما هادو؟ انفرتي ياك هادشي معاك والله الا فيها تسعة. اسمعك لا ماما دارت لينا كسكسو، ما صورناش لكم المراحل حيت كسكسو ديما، ولكن ماما صراحه كسكسو ديالها زوين. درنا باللحم الراس، ولكن درنا مع الحيمات. النص هذا لحم الراس وهذا اللحم هاو. عرفت. طروفه ديال اللحم فيها. زعما حيت الدراري ما غياكلوش لنا الراس. الراس ما قسمتوش وساعات خليتوها في داك النص. باش يبقى صايم باش العظومه ما يتشتوش لينا في كسكسو. هنا في مخ. ماما مريقه. كتسقيني هنا اختي. سقي بالغليظه غتعذبك هذيك في التسقي. دقتي من الملحه ها سيري عليك بلا ورقه وعيصورها ويصيفطها. بنات ها هو كسيكسو ديال ماما، يعطيك الصحه عزيزه. قالت لي انا ما طيبتوش غنتقلق، هذيك هي اللي بغات طيب. عطينا طيب لا مشكل الحال. شكون طيب؟ حاشي خوي لنا حنا غير بينا كتجي زوينة مع كسكسو. باش نصورو انت التصويرة حيدي ديك المعلقة انت دايرة بحال هكا. بنات ماما تصايب معاكم واحد الكيكة، قلت لها جي صايبيها انت هي حيت هي كتطلع عليها زوينة. هادشي علاش حيت كتطلع زوينة؟ وي انا حيت هاد الايام مابقاش كتطلع ليا.
وشوفوا طيه تلفت لي ديال الفويه داك الكماله ديالها الفويه هي اللي يدي يا حيدي حل لي ضانون ما يمكن نصايبها هذه هي اليوم زعما غادي نركب الطفار انا ديال الطفار ويلي حلا ماما مشكله باز هذا اللي كيقضيو الشغل بالطفار تكون هنا شي حاجه ديال الحلوه ديك الشيء اللي بغيت انا باقي انا كيخاف الثاني محتاج هادي على الحشره شي كنت كن غريبه جبت لك المول قال هذاك الموم مازال بالليمون كتجي واعره بالليمون صافي بارك عليها ماما دير الليمون لا باش طيب لا وين علاش باش ناكل هذايا على اساس صح مالي تبدل قال معنا خصنا من الغدا على السر شوف زينه كلشي عرفنا ما خصناش ندير لا لا قلنا معكازات لا باش نديرو كاس على ما وصل المعنى عمر براد اسي تكون خرجت معكازات راه عم جالسين حياني بابي كما كتشوفوا درنا دجاجه محمره للعشاء والديسير المهم هنا غادي نقول لكم السلام عليكم وما تبخلوش على اختكم سناء باللايكات.